صدرك يا محمد. الآن في مطار القاهرة درجة حرارة خارج الطائرة تشير إلى أنها 18 درجة مئوية والساعات الآن حسب التوقيت المحلي 6:05 صباحا. أمرهم بحضرة صدرك بالحساب بمقعدهم جالسين حتى تم توقف حركات الطائرة تماما عن الدوران وأطفاء الإشارة الدالة على ذلك. بالإنابة عن مصر التمام نشكركم على السفر معنا ونأمل أن نحظى بلقائكم على مدى رحلتنا في المرات القادمة. You just started Lisa. Just my care international. We'll take a short